الأخوة الأكراد الذين كانوا محتجين على النظام السابق وثائرون، وبالتالي كانوا يعتقدون أنه العمق التركي ممكن أن يؤمن لهم ملاذ آمن للحماية أو حماية أنفسهم وعائلهم من النظام السابق. لذلك عقدت اتفاقية بين النظام المقبور والجانب التركي على أن يكون هنالك أدوار متبادلة للقوات المسلحة العراقية في التوغل بالأراضي التركية بمسافة 5 كيلو لمطاردة ما يسمى المتمردون دون أن تستأذن من الجانب التركي. وكذلك بنفس الموقع التركي تتجاوز حدود العراق بنفس المسافة أيضا دون أن تستشعر أو تشعر القوات المسلحة العراقية. هذه الاتفاقية الخمسة كيلو تبدلت بعدين؟ بس اسمحي، بعدين هذه الاتفاقية أصبحت إلى 16 كيلو متر حدود ممكن أن يتعمق الجيش التركي والجيش العراقي كذلك بالأراضي التركية، وهذا ما تم الاتفاق عليه لحين 2003. بعد 2003 أصبحت الحاجة غير ملحة بالنسبة للعراق. العراق ليس لديه متمردون، والأخوة الكرد أخذوا حصصهم وحقوقهم كاملة، وبالتالي كانت الحكومة الجديدة بعد 2003 حكومة مشاركة بين الأخوة الكرد والأخوة العرب والأخوة السنة، والمكونات العراقية تشاركت وأسست لدولة جديدة بعيدة عن نظام الطاغي والمخبور حداً لا نطلع عليه. لذلك يفترض أن يعاد النظر بهذه الاتفاقية وتضع لها حدود بالنسبة للتزاودات التركية على حدود العراق. لكن تركيا استمرت مستفيدة من الاتفاقية، وهذه الاتفاقية هي غير ملزمة للعراق، لأنه في ظل حكومة غير منتخبة ودستور غير دائم، دستور مؤقت، وهذا بالنظام العالمي يمكن أن تلغى في أي وقت. طيب،